الأخوات والإخوة، أسأل الله مساءكم بكل خير. هي مهمة شاقة أن نختصر ونختزل ما عددناه، ولكن سنحاول جهدنا. أقول هذه مجموعة حكايات كتبها الرفيق عمر سعدي بعنوان دروب وأشواك. هذه المجموعة المنمنمة هي عبارة عن تجميع للعديد من القصص والحكايات التي عاشها هذا الرفيق على مدى عضويته في صفوف الحزب الشيوعي، وهي لذلك تختصر خبرة حياة طويلة ومعاناة عاشها كرفيق نشيط في ميادين النضال السياسي والحزبي، فاكتسب الكثير من تجارب الحياة وجمعها لتكون عبرة لمن اعتبر من رفاق الدرب ومن الشباب العرب الفلسطينيين في الداخل وفي العالم العربي. ونحن نعرف أن الأدب الراقي والناجح، وذلك الأدب الذي يصور لنا حياة الواقع مع شيء من الخيال إلى جانب الكثير من خفة الظل وروح الفكاهة التي تجعل الحكاية أقرب إلى النفس وأكثر إمتاعا. ولما قلنا بصدد مجموعة من الحكايات أو القصص الصغيرة، فإن علينا أن نعرف باختصار القصة القصيرة. أقول طبعا الجميع يعرف، ولكن سأختصر. أقول هي فن أدبي نثري سردي لابد أن يكون قصيرا نسبيا، بحيث تمكن قراءته مرة واحدة وليس على مراحل، ولابد أن يحدث تأثيرا وانطباعا في نفس القارئ أو المتلقي، بحيث يجعله يتعاطف أو يتساءل أو كليهما معا. ولابد كذلك أن يخضع لقواعد ما كنت لأقول صارمة، ولكن تحافظ على الأقل على الحبكة أو العقدة بعناصرها الخمسة، وهي الزمان والمكان والشخصية والشخصيات، الحدث أو الأحداث، والراوي أو الرواية. هذه العناصر كما يقول صديقنا وعزيزنا الدكتور محمد هيبي ابن كابول، لا يمكن لأي حبكة قصصية أو حكاية أن تستغني عن واحدة منها، كما أنه لا بد من تحديد كمي ونوعي معينين لكي لا نعدم التمييز بين القصة القصيرة وأمثالها. ونضيف هنا أن هذا الفن لم يأخذ العرب عن أدب الغرب كما قد يدعي البعض، وذلك لأن له جذورا عميقة في أدبنا العربي، كما في المقامات لبديع الزمان الهمداني والحريري مثلا، وقصص ألف ليلة وليلة الشهيرة، وقصص أيام العرب عن الغزو والفتوحات العربية وغيرها. فمن هو الرفيق عمر السعدي؟ طبعا هو أمامنا هنا. الرفيق عمر السعدي هو ابن قرية عرابة الجليلية، ولا سخيف؟ نعم، عربي فلسطيني رفيق في الحزب الشيوعي الإسرائيلي، ولد عام 39، عاش النكبة الفلسطينية كغيره من المواليد الذين ولدوا قبل عام 48، وشهد تشريد الشعب العربي الفلسطيني واغتصاب أرضه ووطنه وهو بعد في عمر الولد، وظل في قريته ولم يتحول إلى لاجئ كغيره من أبناء هذا الشعب الذين هاجروا خوفا من ويلات الحرب أو هجروا عندما هدمت قوات الجيش الإسرائيلي قراهم. ولكنه عاش فترة من أصعب الفترات التي مرت على شعبنا العربي الفلسطيني بسبب التشريد والتهجير والحكم العسكري والاحتلال، فكان لانتسابه إلى صفوف الحزب الشيوعي الإسرائيلي أثر بعيد في نفسه، لأنه كان له لقاء مع غيره من الرفاق المناضلين ضد الحكم العسكري وضد سياسة التجويع ومصادرة الأراضي وملاحقة كل القوى الديمقراطية التقدمية. فتعلم النضال ولا يزال حتى اليوم يعمل في صفوف المناضلين الشرفاء من أبناء قرانا ومن رفاق الحزب، فاكتسب الكثير من التجارب والخبرة في الحياة، فباتت ذاكرته
جزءا لا يتجزأ من ذاكرة هذا الشعب. ولذلك جاءت هذه المجموعة القصصية جزءا لا يتجزأ من الذاكرة الشخصية والجمعية. ولكي لا تضيع ويقتلها النسيان فقد رأى أن من واجبه الوطني كشيوعي أن يدون هذه القصص لتظل عصية على النسيان وتبقى نماذج لما يجب أن يذكره كل عربي فلسطيني ويوثقه مقابل محاولات تزوير الرواية التاريخية الصهيونية لقضيتنا الفلسطينية بشكل عام. تشمل هذه المجموعة القصصية أكثر من 30 قصة أو حكاية إلى جانب بعض الطرف التي سمعها أو عاشها المؤلف منذ صباه وبالتحديد منذ الثورة العربية الكبرى عام 36 وحتى اليوم. ومع أنه تقاعد عن عمله كمحتل إلا أنه ما زال يعمل ويناضل في صفوف الحزب حتى اليوم. هكذا جاءت حكاياته توثيقا رائعا لمختلف الأحداث التي عاشها شعبنا بحيث جمع كل ما تعلمه وعرفه بما في ذلك أسماء أبطال قصصه المعروفين وأسماء طيور ومواقع وأشجار ونباتات وكل ما يميز الجغرافيا الفلسطينية. هذا إلى جانب العديد من الأمثال والقصائد والأغاني والأسجار والطرف وكل ما يميز المجتمع الفلسطيني والتراث الفلسطيني كما تحدث عن الفلاحة العربية وأنواع المزروعات وطرق العناية بها إلى جانب العادات والتقاليد والأفراح ومختلف المناسبات بحيث تحولت الحكايات إلى قاموس ودراسة اجتماعية اقتصادية لكل ما يدور حولنا في حياتنا اليومية. ولم ينسى الحديث عن السلطة الظالمة ودور رجال الدين الرجعي والمطامع الصهيونية الاستيطانية وأوضاع إخوتنا اللاجئين في المخيمات ومشاكل المرأة الفلسطينية والصراع القائم مع الرجل المتسلط في المجتمع الذكوري الذي يتنكر لحقوق المرأة العربية. كل ذلك بأسلوب مرح وبخفة ظل تحبب الحكايات لجمهور القراء فلا يجدون مللا بل متعة كبيرة في ملاحقة الحكايات والأمثلة على ذلك كثيرة نحاول استعرض شيئا قليلا منها. من حكايات النكبة يقول كثيرة هي الحكايات التي استقاها من فترة النكبة عن 48 وهي حكايات محسنة في الغالب يستطيع القارئ لا يستطيع القارئ إلا أن يتفاعل مع بطلها كأبي يوسف الذي عندما هرب صبري وزوجها مع أولادهم إلى لبنان واضطرت أن تترك ابنتها الصغيرة زينب ابنة 3 سنوات وأودعتها أمانة لدى عائلة أبي يوسف العاصم وهو رجل طيب ومن أصدقاء العائلة وغادرت القرية مجموعة النازحين اللاجئين. ولكن شاءت الصدف أن زينب مرضت وارتفع درجة حرارتها ولم تجدي معها الوصفات ولا الصلوات وفي سكرات الموت راعت تهديد وانثالت الكلمات من فمها خفيضة وراحت بحجرات تنادي يما يابا تعالي وينك بدي أروح. وأغمضت عينيها وأسلمت روحها ورحلت بهجة الأبدية وماتت البنت حزينة تبكي فراق والديها. فصرخ أبو يوسف قائلا ضياع للأمان. هذه القصة نموذج لمعاناة الأهل والأولاد خلال النكبة. ونحن عندما نتحدث عن النكبة يجب أن نستذكر حالات إنسانية مثيرة عانوا منها أهلنا وهي كثيرة. فالنكبة الآن إذن ليست الخسارة أو الهزيمة العسكرية بمقدار ما هي مشقات ومصاعب قاس منها أهلنا وأجدادنا آنذاك إلى جانب المجازر الوحشية وهدم البيوت والقرى بحجة أنها قاومت وما رفقها من خيبات وحصرات لا تعد ولا تحصى. قصة جهاد وتسلل. هذه القصة امتدت على 10 صفحات من صفحات هذا الكتاب وهي قصة شاب اسمه عرفة كان قد انضم إلى صفوف الثوار المناضلين ضد الاحتلال الصهيوني وكان عن علاقة مع فتاة أحلامه فوزية واضطر إلى مغادرة القرية من أجل النضال العسكري حيث كان يؤمن أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة كما كان يقول عبد الناصر. فشارك في أكثر من معركة بعيدا عن فتاة أحلامه وأخيرا وبعد النضال المرير عاد إلى قريته حيث التقى بفوزية ليعيشا معا ويحقق عرفة حق العودة ولو رغم أنف السلطات الإسرائيلية ويثبت أن الحب أقوى بكثير من كل القيود والأسلاك الشائكة والقوى العسكرية.
قصة مين أصدق؟ وأعتقد هذه مهمة جدا نسمعها.